علي احمد محمد احمد ضحاني من مواليد دبل فجيرة 1956. الله يعطيك الصحة والعافية. أباك تكلمني عن المقيض. المقيض أو مثل ما سموه المقياض أو المقيض واحد يسميه أول قال مرق في اعتمدوا على بالشتاء على المشتة المكان اللي شتوا فيه اللي هو بالشتاء ومواسم البرد يطلق عليه المشتة، والمقيض يطلق على أيام الصيف يجهزوا يبنوا يعني بيوت من سقف يطلق عليها العرش العريش زين، وهذا كله المواد هذا العريش كلها تستخرج من سقف النخيل سواء من الدعم او الحبل زين او الماد هذا الرايله او العمود اللي يوقف فيه العريش هذا كله زين، هذا يعني يشرفوه يعني يفصلوه يعني مثلا كل نخله يستخرج منها يعني جذع ويفصلوا فصلتين يعني كله الى حسبتي هذا العريش كله مستخرج من سعف من النخل من النخيل من سعف النخيل او من النخل. فمواسم القيض بنوا هذا العريش، وبعد ما جهزوا العريش طبعا النار بيبنوا العريش هذا ما يعني يتكلف صاحب المنزل بروحه، يستدعي الجماعه وكان عندهم تعاون سابقا الشياب زين سابق انت تعزم واحد يليك 10 زين، اللهم توفر لهم بس الاكل زين، وهم ما جايين علشان الاكل بس جايين عشان الشيمه والمروه والتساعد بينهم كان سابقا. وبعد ما بنوا اليوم مثلا بنوا ليك انت باكر غار الثاني الجماعه باكر بعد انا طالب منكم الجماعه هذه لا ينتقلوا بعد لين الثانيه بعد ما يكتملوا هذه المنطقه من العرش ينتقلوا من مكان المشتت الى المقيم. فهنا زين لاقوا الحريم يتقهوى يرواحهم والرجال ما شاء الله ارواحهم اللي يصير يجيب رطب من النخل واللي يصير يعني مثلا بشغله في البحر يعتمدوا على الزراعه وصيد الاسماك، ومنهم يصير رحله غوص هذا كله في مواسم الصيف. رحله الغوص هذه تستغرق ما بين 15 الى 20 يوم وبعدها ياتي هذا زين، من بعد ما ياتي بعد في رحله ثانيه يطلق عليها رحله الرده غوص الرده 15 يوم تقريبا. وسط الردة أو رحلة الردة يسموها؟ نعم هذا الأخير. وبعد ما يأتوا هنا ويتموا حوالي شهرين بالعريش هذا زين شهر ونص كذا زين ينتقلوا بعد ما يخلص الصيف بعدهم أهل المنطقة كان بالذات منطقة دبا يجوهم يعني قياد ضيوف من خارج الأمارة مثلا من رأس الخيمة من الشارجة زين من دبي قياد يطلق عليهم القياد ويجوا هنا هذا صاحب المنزل بس ما يجهز بس لعياله يجهز بعد للناس اللي كانوا يغيروا عنده ويجهز لهم زين، هذه لا يوميا على المواسم هذه يحصلوا بيتهم جاهز وهكذا. بعد ما خلاص الشتاء كل من يذهب الى المشتة يعني يا وقت الشتاء مثلا الامطار وكذا العرش ما تتحمل يذهبوا الى الكرايين هذا المنزل اللي على الشتاء يطلق عليه الكرايين والمخزن اللي هو مبني من كان مو من الطين من الطين يعني المدر يطلق عليه المدر وفي والكرين ينبني من السعف النخيل السقف ماله من سعف النخيل ومن الخوص ما كذا، لكن احيانا بيكون بعد من المدر الحائط ماله واحيانا بيكون بعد من كله من سعف النخيل وهذه المنازل كانت يعطيك العافيه. بس استفسار بسيط نعم خلاص اشتغل الحين بشكل عام وين انت في دبي يعني لما تكون في دبي وين في دبي انت تقيض وين الاماكن اللي كنت والله كنا بالاماكن المقيض فيها هذه الاماكن شايفين من شفتي من المغسله هذه الى توصلي مثلا الى المسيد هذا الشرقي هذه كلها مزارع هذه كانت لا هذه كانت يقيضوا فيها المزارع خلفها يعني هم وين المزارع هناك يقيضوا قدام المزارع المزارع تكون في الخلف ولا المنازل قدام ولا البحر قدام يعني كانت هذه دبا غنيه ذرواتها وكان الناس هذه من خارج الدولة يجوا الإمارات الأخرى يغيضوا بسبب إيش؟ وفرت الثروات الدبا مثلا من الغير والأسماك هذا كانت متوفرة يعني. إذا الأكل والشرب اللي كان ذاك الوقت؟ نعم الأكل والشرب. الأكل والشرب من الطوي لما هات يذهبوا يشيلوا هذه اليحلة زين الوعاء هذا على رأسهم زين وأحيانا شال ولدها من هنا وشال الماي من هنا ويصيروا إلى منطقة تبعد في طوي اسمها القيعان يطلق عليها القيعان. أنا مسافة تبعد من هنا إلى هناك تقريبا أربعين. نعم وهذا الطوي الغيعان هذه كانت ملك لحياة عبد الله يعني سلطان السلامي والد عبد الله السلامي. كان الناس يروحوا من هنا. نعم من هنا ماي حلو. والأكل شو كان الأكل؟ والله الأكل اللي هو هذا هو الأكل السمك والعيش
ومثلا كان عندهم الشعير سابقا والبر وهذا الاشياء يعني يسووا والخبز وهذا هذا كان اكلهم بسيط يعني ومن اول ورطه ولا والتمر هذا كانوا يعتمدوا عليه.